شكرا وشكرا على انا باش كنلعب الكاركتر ديالي هو انني كنمشي ما كنمشيش باش نتعادل، كنمشي باش نلعب. الحمد لله كنا عارفينها غتكون المقابله قمه، وكنا مجهزين لها باش ناخذوا المقابله ان شاء الله ناخذوها وناخذوا 3 بوان. والحمد لله يعني كانت مقابله فيها مقابله اللي يعني خدمنا فيها مستوى جيد في الشوط الاول الحمد لله. الانتظار اللي غادي يعاوننا يساعدنا باش نحطوا الرجل الاولى في الوطني الاول ان شاء الله بيدي. رغم ان كنت فيهم متخلفين في النتيجه، الكوكبيه اول ما سجل في دقيقه تنظر الاولى ولا الثانيه؟ الثانيه ما نزلت. كره القدم كتعرفوا، كره القدم يعني الجزريات المقابله هي اللي كتحكم بعض المرات، كتدخل فيها بواحد الرتب واحد التكتيك واحد الخطه، تقدر تمارك عليك تسجل عليك هدف او كتسجل هدف كيتغير المنظومه كيتغير كلشي. فالحمد لله عندنا لاعبين تبارك الله يعني واعيين وبروفيسيونال، وعندنا واحد الكاركتر ديال الباكور ديال الكاليون اللي كيبقى حتى لاخر دقيقه. الحمد لله استطعنا باش نرجعوا للنتيجه ونصافوا الحمد لله. يمكن كاع ذاك الهدف المبكر اللي تلقيتيه كان في صالحكم لان خشيو تلعبوا كره ما بقى حساب. ياك ما تغداو بالطنجيه سيد نيبي. لا انا اللي تعشينا بها وما سيد نيبي. سيد نيبي بالنسبه للبدايه ديال الموسم في الاستعدادات ديال الموسم، واش كان الكلام على البروجي ديال الصعود، او الصعود جمع النتائج ديال بدايه الموسم؟ مع النتائج بان لكم بانه كاين فريق ممكن ينافس على بطاقه الصعود. نعم، فاش بدينا كنلعبوا انا بالنسبه ديالي اللي مع الفريق فهو الحفاظ على يعني على المكانه ديال الخدمه الوطني الثاني. يعني الحمد لله استطعنا باش نكونوا واحد الفريق متجانس اللي بدينا كنحققوا نتائج ايجابيه ونتائج اللي زعما يعني عاونات اللي بينات لنا الطريق. والحمد لله بقينا كنلعبوا مقابله واش من جولة بدا الكلام تقريبا، واش الجولة الخامسة السابعة بدا الكلام بين المكونات بأننا عندنا فرقة ممكن نطلعوا تقريبا؟ الجولة الرابعة الجولة الخامسة أنا يمكن ديك الساعة كنت معتقد بحال نعم الأولى يعني الأولى السيد الرئيس والإدارة اللي تقوا فيا ويعني وخلاوني وبدينا كنلعبوا وبدينا كنربحوا ودرنا واحد السلسلة ديال النتائج يعني من الدور الرابعة حتى الدور التاسعة انتصرنا 5 مقابلات لا داخل البلاد وخارج البلاد. من بعدها هزمنا مع بني ملال، من بعدها عاوتاني انتصرنا حاولنا يعني 14 نتيجة إيجابية اللي فيها 11 انتصار ب3 تعادلات جوج منهم خارج البلاد. ف هادو هما يعني لا كنتي النتائج